بيان خطير لسيد عبد الملك الحوثي وتهديد قوي للسعودية في حال وقع هذا الشيء. تفاصيل خطيرة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جدد قائد ثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تحذيره لتحالف العدوى من أن صبر الشعب اليمني سينفد إذا لم يبادر بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها قائد ثورة بمناسبة ذكرى السنوية للشهيد القائد أمام حشد كبير من مسؤولي الدولة وقيادات عسكرية وأمنية ومشايخ ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية ومواطنين في جامع الشعب بالعاصمة صنعاء. وتحدث قائد الثورة في سياق كلمته عن مستجدات المفاوضات والمرحلة الراهنة في اليمن الذي يمر بعدوان منذ 8 سنوات، وقال في هذه المرحلة مع بعض الهدوء في التصعيد العسكري هناك التباس إلى حد ما على البعض وتساؤلهم عن وضع المرحلة الراهنة، هل هي حالة حرب أو سلم أو هدنة؟ ما هو واقع المفاوضات؟ وأضاف المرحلة الراهنة بالتأكيد مرحلة حرب الذي هدأه وبعض التصعيد، مثلا الطيران من جانبهم والصواريخ والطيران المسير من جانبنا والعمليات الهجومية من جانبهم أو جانبنا، أما الحالة هي حالة حرب مستمرة. لسنا الآن في ظل اتفاق هدنة، إنما هناك خفض للتصعيد كما يقولون في ظل وساطة عمانية. وثمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي جهود الأشقاء في سلطنة عمان الذين يتعاملون مع الشعب اليمني بمبدأ حسن الجوار وقيادة بساطة وجهود مكثفة لوقف العدوان على اليمن، وتابع نقدر جهود الأشقاء في عمان ونسعى لإعطائهم الفرصة الكافية للنجاح في مساعيهم في ظل انفراجة إلى حد ما في دخول سفن إلى ميناء الحديدة وحركة المطار في صنعاء. ومضى قائلا دائما في كل حوار أو مفاوضات نؤكد على الملف الإنساني والمعيشي أنه ملف لا يمكن المقايضة والتجاهل والسكوت عنه، ولا نضيع هذه الأولوية لحساب أولوية أخرى، لذلك عندما نعطي وقتا معينا لصالح الجهود والوساطة العمانية لا يعني ذلك الاستمرار إلى ما لا نهاية طالما استمر الحصار. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.